انت ولادك هياخدوا نفس اللون بتاعك ولا شايف انهم هيطوروه؟ عيالي كل اللي نفسه في حاجه بيعملها. يعني انت هتعمل ايه يا اولاد؟ لا لا لا، يعني انا عن نفسي ليا سكه لوحدي. انا مودي حزين. انت مودك حزين؟ اه. وانت؟ نفسي برضو الكلام برضو. الدراما اللي هو المظبوط ده، الحاجه انت اللي كمان عندك بنت صوتها حلو مش كده؟ هدير. اه هتخليها تغني؟ لا ليه؟ لا لا لا، غنيش. غني في البيت بس. بس. لا. مش شايف انك انت غلطت في حق مراتك لما رحت اتجوزت عليها واحده ثانيه؟ اتضررت بالكلام ده. المعلومه دي كان في جواز استمر 7 سنين وطلقتها. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ ما هو يصلحوا. منين الكلام ده؟ صحيح الكلام ده غير صحيح؟ هي مره يعني بس حصلت. بس ما طولتش يعني. أم الأولاد عملت فيك إيه لما اتجوزت؟ يعني أنت كنت مخبي عليها ولا هي اكتشفت الجواز؟ لا كنت عارفة. أنت في البيت السيد ولا راجل طيب وغلبان؟ لا، الراجل راجل والست ست. لا بس إحنا إيه؟ أه والله بجد. تساعدها في البيت مثلا، تطبخ معاها؟ لا ما بيعرفش يعمل حاجة. تطبخش معاها؟ لا بس إحنا بنعمل له كوباية شاي. تصحيك من النوم تعمل كوبايه شاي؟ تعملها لنفسك. ساعات بقى قاعد تعملها لنفسك يا اخي. ويات امك وامي. والله والله ساعات بقى قاعد يقول لي اعمل شاي. هم بيسافروا اسكندريه؟ بيسافروا معايا اهو. اهو بعمل حاجه؟ حرمتش والله. الاكل بيجي لي فين؟ طب بتعرف تطبخ؟ لا لا ولا خالص. يعني ايام الكحرته ما كنتش بتطبخ يا عباس بنفسك؟ لا والله. اللي بيطبخ بقى طبيخ صح، وربنا يا رب يشفيه، احمد عدويه. يا لهوي مشكله في الطبيخ. يطبخ ايه كويس عدويه؟ كله اللي عينك ترقاه. ومجدي طلعت الله يرحمه يا ابويا. يا انت وعدويه عشتوا مع بعض في البدايه؟ طبعا. طبعا ابو محمد ده لا لا حبيبي. شفته ايام صعبه؟ طبعا شفنا ايام، شفنا ايام كحت، بس هو صبور عشان كده ربنا كرم. هو صبور جدا علويه، وكان حنين على امه وعلى ابوه. اسمع اللي انا بقول لك. مين اكتر ملحن من الملحنين كبار انبسطت من تجربتك معاه؟ في الله يرحمه الاستاذ مهدي خميس، والاستاذ جاد فرج الله يرحمه. امل انسان، عم حسام توفيق، عم حسام توفيق، حسن ايش ايش، دول بتوع ولاد البلد الشعبيين. اظن اول مره الناس تسمع ان اللي كنت اشتغلت مع الاستاذ بليغ حمدي ومحمد الموجي كله وسيد مكاوي. انت بتتكلم بقى على الكبار قوي.